أدبي تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أبنائي طلاب الصف الثالث المتوسط، أهلا ومرحبا بكم. نواصل معكم شرحا لدروس مادة الرياضيات، واليوم بإذن الله سوف نتابع الدرس الذي أخذناه في الحصة السابقة وهو 1-4، الدرس الرابع بعنوان حل المعادلات التي تحتوي متغيرا في طرفيها، والموجود في الصفحة 33. فيما سبق في دروس سابقة تعلمنا حل المعادلات المتعددة الخطوات، وأيضا في الحصة السابقة تعلمنا حل المعادلة التي تحتوي المتغير نفسه في طرفيها، وذلك بجعل المتغيرات في طرف والأعداد في طرف آخر. الآن لدينا هدف جديد سوف نتعلمه في هذا الدرس، وهو كيف نحل المعادلات التي تحتوي أقواسا. دائما وجود القوس في المعادلة يجعل المعادلة طويلة بعض الشيء، لأنه سوف يتم فك الأقواس وذلك باستعمال خاصية التوزيع. إذن المعادلة إذا احتوت على أقواس، لاحظوا هنا، فإننا يتوجب علينا استعمال خاصية التوزيع للتخلص من هذه الأقواس. لنلاحظ المثال رقم 2، ويقول حل المعادلة، لاحظوا المعادلة يوجد فيها قوسين، 6 ضرب قوس 5 ميم ناقص 3 تساوي ثلث ضرب 24 ميم زائد 12. في البداية يجب علينا استعمال خاصية التوزيع، لاحظوا هنا، نعم أحسنتم، نقوم بضرب 6 ضرب 5 30 و 6 ضرب 3 18، وأيضا في الطرف الثاني نقوم بالتوزيع ونضرب ثلث ضرب 24 يعني 1 ضرب 24 يساوي 24 تقسيم 3 يعطينا 8، وأيضا هنا 1 ضرب 12 12 تقسيم 3 4. أصبح لدينا معادلة تحتوي على متغير في الطرفين. في الدرس السابق تكلمنا أن نستطيع أن نحل هذه المعادلة بطريقة مختصرة، أحسنتم، وقد حلينا كثيرا من الأسئلة في الطريقة المختصرة. أما هنا في الكتاب فهو يعتمد الطريق الحل الرياضي بطرح، إذن مثل ما قلنا يوجد طريقة مختصرة هنا بأن نجعل المجاهيل في طرف أو المتغيرات في طرف والأعداد في طرف آخر. فسوف نناقش حل المثال، ولكن في تحقق أثناء حل تحقق من فهمك سوف نريكم الطريقة المختصرة التي تعلمنا عليها في الدرس السابق، و هذه تختصر من الحل. فهنا قام الكتاب بطرح سالب 8 من الطرفين، وهنا 30 ميم ناقص 8 22، وبعد ذلك قام بإضافة 18 للطرفين وبالقسمة على 22 ينتج الميم يساوي 1. قلنا أن هذه المعادلة طويلة بعض الشيء، لكن سوف نرى ذلك
عندما الآن نناقش سؤال تحقق سوف نعلمكم طريقة مختصرة جدا. حل المعادلة 8 لام ناقص 10 تساوي 3 ضرب 6 ناقص 2 لام. أولا ماذا نفعل؟ من يقول لي؟ نعم أحسنتم، نقوم بالتوزيع. إذن سوف نضرب 3 في 6 وأيضا في 2. الطرف الأول يبقى على حاله، فنكتب هنا 8 لام ناقص 10 يساوي 3 ضرب 6، نعم أحسنتم، 18. وأيضا السالب ينزل، 3 ضرب 2 6 لام. الآن هنا من يقول لي ماذا كنا نفعل في الدرس السابق وكيف كنا نجعل أو ننقل المتغيرات إلى طرف والأعداد إلى طرف الثاني بخطوة واحدة؟ لاحظوا هنا ماذا سوف نفعل. سوف ننقل، لاحظوا، الستة لام ونأتي بها للطرف الأيمن، والسالب عشرة ننقلها إلى الطرف الأيسر بشرط ماذا؟ أحسنتم، يجب علينا تغيير الإشارة. يا سلام. فإذا تصبح المعادلة هنا تنزل الثمانية لام، ونأتي بالسالب ستة هنا فتصبح موجب ستة لام، نغير الإشارة. انتبهتم؟ وعلامة المساواة يساوي 18 جالسة هنا، ونأتي بالسالب عشرة، انتبهوا هنا، نأتي بالسالب عشرة إلى الطرف الثاني فتصبح إشارة عكسية موجب 10. إذن هنا خطوة واحدة وانتهى الموضوع. نبسط المعادلة، 8 لام زائد 6 لام، نعم الأمثال أحسنتم، 14 لام يساوي 18 زائد 10 28. حصلنا على معادلة بسيطة ذات خطوة واحدة، وهي ماذا نفعل هنا؟ نعم أحسنتم، نقوم بقسمة الطرفين على 14 على العدد الموجود أمام المتغير لكي نقوم باختصاره، فتصبح لام تساوي ماذا؟ 28 تقسيم 14 يساوي 2. وهكذا نكون حصلنا على حل المعادلة، لاحظوا، بخطوتين أو ثلاثة فقط، أي أنها بشكل مختصر وليست بطريقة حل المثال السابق. لننتقل إلى فكرة وهي تصنيف المعادلات. تصنف المعادلات إلى ثلاث أصناف أو حالات. أول حالة معادلات لها حل وحيد، مثلا 5 س ناقص 3 يساوي 12. هذه معادلة لو أردنا حلها لحصلنا على حل وحيد وهو الثلاثة، أي أن السين تساوي 3. لو جربنا 5 ضرب 3 15 ناقص 3 يساوي 12. فإذا هذه النوعية من المعادلات لها حل وحيد. وأيضا يوجد من يعطينا معادلة أخرى يكون لها حل وحيد، نعم أحسنتم، سين زائد 2 يساوي 7. نعم هذه معادلة بسيطة ولها حل وحيد وهو، أحسنتم، 5 زائد 2 7، إذن س يساوي 5. نعم ننتقل إلى النوع الثاني من المعادلات، وهي تكون معادلات ليس لها حل أبدا، ووقتها لو تذكرتم ماذا نطلق عليها؟ مجموعة الحل،
نعم ليس لها حل، نقول هنا المجموعة الخالية، ما رمزها؟ من يتذكر رمزها؟ نعم أحسنتم، فاي، تقال عنها فاي. يا سلام. طيب من يعطينا معادلة أو كيف يكون شكل هذه المعادلة التي ليس لها حل؟ نعم انتبهوا، سوف أكتب لكم معادلة. لاحظوا هذه المعادلة الذي سأكتبها، 5 س زائد 6 يساوي 5 س زائد 4. لو لاحظت هذه المعادلة لرأيتم أن الطرفين، انتبهوا، يوجد هنا 5 س وهنا أيضا 5 س، وإنما هنا في الطرف الأيمن مضاف لها 6 وهنا مضاف لها 4. فهنا أتحدى جميع الطلاب أن يعطيني قيمة للسين وأعوضها في المعادلة ويصبح الطرفين متساويين، ويكون الطرفين متساويين. مستحيل، لا يوجد قيمة للسين أبدا يمكن تعويضها في المعادلة وينتج الطرفين متساويين، أبدا لا يوجد. لماذا؟ لأن الطرف الأول يوجد فيه 5 س ومضافا مجموع له 6، يعني أكثر من الطرف الثاني باثنين، هنا مضاف له 4، نفسها 5 س مضاف لها 4، فهنا مستحيل أن يتساوى الطرفان، مستحيل، لا يوجد قيمة نهائيا للسين لحل هذه المعادلة. وهذا النوع الثاني من المعادلات عندما يكون الطرفين غير متساويين أبدا. النوع الثالث وهو معادلات يكون حلها جميع الأعداد الحقيقية، لاحظوا جميع الأعداد الحقيقية، مثل ماذا؟ أي أنه يوجد قيم كثيرة للسين يمكن تعويضها في السين وتكون المعادلة المساواة صحيحة. فمثلا انتبهوا إلى هذه المعادلة، 2 س زائد 3 يساوي 2 س زائد 3. الطالب يقول يا أستاذ الطرفين هم نفسهم، نفس العبارة. نعم، إذن هنا لو وضعت مكان السين أي رقم سوف تكون المساواة صحيحة أكيد. فهذه وقتها من يقول لي ماذا كنا نسميها؟ عندما يكون الطرفان متكافئان، طرفان متكافئان، إذن هنا اسمها معادلة طرفاها متكافئان. ما اسمها؟ من يتذكر؟ أيوة أحسنتم، اسمها كان متطابقة. يا سلام، متطابقة، يكون طرفاها متكافئان. فإما أن يكون واضح في العين المجردة ظاهر أن الطرفين متكافئين، أو أن يكون معادلة، لو أخذنا معادلة أخرى مثلا 5 قوس سين زائد 2 يساوي 5 سين زائد 10. ما رأيكم في هذه المعادلة؟ أيضا هذه المعادلة تسمى، نعم، متطابقة. لماذا؟ لأن الطرفين متكافئين رغم أنه شكلهم لا يوحي أنهم متكافئين، ولكن أنت بني الطالب لو قمت بتوزيع الضرب هنا فك القوس 5 ضرب س 5 س، لاحظوا، و5 ضرب 2 10، إذن فعلا الطرفين متكافئين هنا. عفوا، وهذه تسمى متطابقة، ويكون حل هذه المعادلة المتطابقة هو جميع الأعداد الحقيقية، أي عدد يخطر في بالك
وتضعه هنا مكان السين تكون المساواة محققة. أي عدد سواء سالب ولا موجب ولا صفر، أي عدد. وهذه هي أصناف المعادلات. راجعنا هذه الأصناف لكي الآن يمكن علينا تلخيص الخطوات المتبعة في حل المعادلات بشكل عام. أي معادلة بشكل عام في لدينا بعض الخطوات. الخطوة الأولى، إذا بسط العبارات الموجودة في طرفي المعادلة، أي أنه لو احتوت المعادلة على قوس فسوف نستعمل خاصية التوزيع إذا احتجت إليها. خطوة ثانية، استعمل خاصية الجمع أو خاصية الطرح في المساواة للحصول على معادلة مكافئة، أي لمعالجة الخطوات أو المشكلات التي تقابلني في المعادلة. والخطوة الثالثة، استعمال خاصية الضرب أو القسمة في المساواة لحل المعادلة. لننتقل إلى نناقش بعض المواقف الكثيرة التي يظهر فيها المتغير في كلا طرفي المعادلة. في المثال رقم 3 من الاختبار، يقوم المثال بتطبيق المعادلات في الهندسة. لاحظوا السؤال أعطاكم هنا أشكال هندسية وهو المستطيل، وتكلم عن مساحة، نعم مساحة المستطيل، ويريد أن توجد قيمة سين، انتبه، التي تجعل مساحتي الشكلين الآتيين متساويتين. فيجب عليك أن تحسب مساحة الشكل الأول، هذا المستطيل الأول، ومساحة المستطيل الثاني، وبعد ذلك يجب أن تكون المساحتان متساويتان. من يذكرنا في البداية بقانون مساحة المستطيل؟ نعم، مساحة المستطيل، من يذكرنا في القانون؟ أيوة، نعم، الطول ضرب العرض، يا سلام. فلنحسب مساحة المستطيل الأول، هذا مستطيل أول وهذا مستطيل ثاني. مساحة المستطيل الأول، الطول ضرب العرض، يعني 10 ضرب سين، والضرب عملية إبدالية لا فرق، فنكتب هنا 10 سين يساوي هنا في المستطيل الثاني، انتبهوا على المسافة، هنا لاحظوا هنا 3 سنتي وهنا سين، إذن المسافة كاملة هي 3 زائد سين، أحسنتم، 3 زائد سين، وهنا الطول 6، فنكتب هنا 6 ضرب، أيوة يوجد قوس هنا، 6 ضرب 3 زائد سين، ونكتب يساوي بناء على كلامه هنا متساويتين المساحتين. فإذا هذه مساحة المستطيل الأول وهذه مساحة المستطيل الثاني. فهنا أحبائي الطلاب، لديك طريقين لحل هذا السؤال، هذا سؤال خيارات. الطريق الأول، إما أن تقوم بتعويض الخيارات والتجريب، تعويض قيمة الخيار في السين ونجرب القيمة التي تعطينا الطرفين المتساويين هي الإجابة الصحيحة، أو يوجد خيار لك أن تحل المعادلة هذه وحلا مماثلا للمثال السابق، حل وينتج معك قيمة السين. لكن هنا
نلاحظ أن هذا السؤال هو خيارات، ويمكن بعد تكوين المعادلة يمكن معرفة الإجابة بطريقة التجريب. إذن لنجرب، نقول لنجرب الخيار رقم ألف الذي هو 3، نعوض مكان السين 3 فينتج الطرف الأول 10 ضرب 3 30، والطرف الثاني 3 زائد 3 6، و6 ضرب 6 36. لاحظوا هنا، إذن القيمة 3 هي خاطئة. وهكذا بالمثل نجرب القيمة باء، الخيار باء وهو 4.5، 4.5، نضرب 10 ضرب 4.5 45، وهنا 3 زائد 4.5 7.5 ضرب 6 45. إذن حصلنا على المساواة صحيحة، وعندها نقول أن الحل هو سين يساوي 4.5 والخيار باء، بما أن القيمة حطتنا عبارة صحيحة فلا ضرورة للتحقق من القيمتين الإضافيتين في الخيار جيم ودال، ولذلك يكون باء هي الإجابة الصحيحة باء. بقي لدينا أن نذهب إلى بعض الأسئلة من تأكد في الصفحة 35، وذلك لتثبيت المفهوم الذي ورد معنا في درسنا الحالي، وهو الهدف المهم. انتبهوا ركزوا معي، الهدف المهم من حصة من درسنا هذا الحالي ما هو الهدف؟ نعم، من يذكرنا هدف هذا الدرس؟ هو، انتبهوا اسمعوا كلامي، هدف هذا الدرس هو أن يحل الطالب معادلة تحتوي على أقواس. هذا هدفنا، أن يستطيع الطالب أن يحل معادلة تحتوي على قوس أو أقواس. فإذا الآن لدينا معادلة هنا تحتوي على قوس، هيا بنا لنطبق ما أخذناه في هذا الدرس لحل هذا السؤال المعادلة. نعم أحسنتم، من يقول لي أبنائي الطلاب ماذا نفعل؟ ممتاز، نقوم بعملية التوزيع. يا سلام. فإذا أولا نكتب المعادلة الأساسية هنا، 6 ن زائد 4 يساوي سالب 18، ونقوم بعملية التوزيع، 6 ضرب ن 6 ن زائد 6 ضرب 4 24 تساوي سالب 18. وهكذا نعود إلى الدرس الثاني، وهو حل معادلة متعددة الخطوات، وهي نعم أحسنتم، ماذا نفعل هنا؟ نتخلص من 24، وذلك بطرح 24 من الطرفين. يا سلام، تختصر، تبقى هنا 6 ن تساوي، وهنا عددين لهما متماثلين بالإشارة، فنجمع والناتج سالب 42. وبعد ذلك بقي لدينا 6 ن، 6 مضروبة ضرب في الن، ماذا نفعل؟ نعم أحسنتم، نقوم بقسمة الطرفين على 6، فنجد أن النون تساوي سالب تقسيم موجب سالب، و42 تقسيم 6 يساوي 7. وهذه طريقة حل معادلة تحتوي قوس بشكل بسيط، نوزع ومن ثم نعالج المشكلة خطوة خطوة في المعادلة. أيضا لنقوم بحل سؤال آخر، وهو من أسئلة التدرب الموجود في صفحة 36، السؤال رقم 2 يقول حل المعادلة، عفوا رقم 12، حل المعادلة 3 قوس 3 ميم ناقص 2 يساوي 2 قوس 3 ميم زائد 3.
إذن نتذكر جيدا هدفنا في هذا الدرس هو أن يتعلم الطالب كيف يحل معادلة تحتوي على أقواس. نعم، ماذا نفعل أبنائي الطلاب؟ أول خطوة ماذا نفعل؟ أحسنتم، نقوم بعملية التوزيع. يا سلام، إذن نوزع الثلاثة ضرب ثلاثة وأيضا الثلاثة ضرب اثنان، وبالمثل في الطرف الثاني، ثلاثة ضرب ثلاثة تسعة ميم، وثلاثة ضرب اثنين ستة يساوي. أيضا هنا نوزع اثنين ضرب ثلاثة ستة ميم، واثنين ضرب ثلاثة أيضا ستة. الآن ماذا نفعل يا أبنائي الطلاب؟ نعم، أريد الطريقة المختصرة مباشرة. نعم، نجعل المتغيرات في طرف والأعداد في طرف. أحسنتم، نقوم بعملية النقل. يا سلام، ننقل الستة ميم إلى جانب التسعة ميم، وأيضا السالب ستة نأتي بها إلى الطرف الأيسر، مع الانتباه أنه يجب عليك تغيير الإشارة. يا سلام، فتصبح المعادلة هنا التسعة ميم تنزل، وستة ميم جاءت بإشارة عكسية، سالب ستة ميم تساوي. هنا الستة موجودة، وأتت السالب ستة هنا بإشارة عكسية زائد ستة. الآن أصبح علينا فقط تبسيط هذه هنا المعادلة، تسعة ميم ناقص ستة ميم، يا سلام، ثلاثة ميم تساوي ستة زائد ستة، اثناش. الآن بقي علينا، نعم، خطوة واحدة، أحسنتم، ما هي؟ يا سلام، القسمة على ثلاثة، وبالاختصار ينتج لدينا هنا يؤدي الميم تساوي 12 تقسيم 3 4، وهو حل المعادلة. لاحظوا المعادلة شكلها يوحي بأنها صعبة للطالب، مجرد النظر إليها الطالب يقول هذه معادلة صعبة، لكن لاحظوا بعملية التوزيع وعملية النقل أصبحت بسيطة جدا وطريقة مختصرة، ووصلنا إلى الحل بسهولة. وهكذا أبنائي قد وصلنا، نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم. نشكر لكم حسن متابعتكم، وإلى لقاء جديد في دروس قادمة إن شاء الله. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.